في العراق اليوم تتصاعد يوميا حدة انتهاكات حقوق الإنسان وتزداد أصنافها. الموت في السجون والزنازين الحكومية بات مؤخرا أبرز عناوين هذه الانتهاكات، فلا يكاد يمر يوم إلا ويعلن عن سجين قضى تحت التعذيب أو بسبب التقصير بمنحه حقا من حقوقه. المهندس قاسم حمود الإزرجاوي المدير السابق للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أحد ضحايا الانتهاكات في أحد سجون المنطقة الخضراء ببغداد من جراء التعذيب الذي تعرض له على يد أحد ضباط السجن الذي دخله نتيجة تهم كيدية كما يؤكد أفراد عائلته. هو لا يأكل لا يحكي منتهي، باوعنا آثار التعذيب برجلي بأظافره بلسانه سنونه مكسريها ضربة براسه معذبينه أشد أنواع التعذيب، إيديه ما يحركها، رجليه ما يحركها، مغمى عليه، مخلينا على الجهاز ونهو، يعني لا سنون، سنونه مكسرة، مضروب براسه، مضروب برجليه مشوينه، مضروب بأظافره. كذلك تؤكد عائلة الإزرجاوي أن فقيدهم لم يرتكب ذنبا يبرر تعذيبه وقتله، وخاصة أن القضاء أثبت براءته من التهم الكيدية التي وجهت له. قضية مدبرة وقضية إرهاب دولة وليس قضية تهمة فساد أو شيء، والجماعة الظاهر يعني الظاهر حكومتنا الرشيدة الظاهر تهمة جاهزة إنه أي واحد يختلف أي واحد ويا أعلى منصب عنده فساد مالي وإداري ويجب أن يصير عليه هجوم. وتعتبر ممارسات السجون الحكومية التي قضى قاسم الإزرجاوي نتيجتها كما تؤكد وثائق الصور وتصريحات أفراد عائلته انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في ظل اعتراف دولي على وصف هذه السجون بأماكن الموت البطيء، إذ يتعرض المغيبون وراء أسوارها لجرائم القتل البطيء بالتعذيب والتنكيل والإذلال والإهمال المتعمد. وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن ما جرى لقاسم الإزرجاوي في السجن جريمة انتهكت القوانين الدولية وحقوق الإنسان. هناك خروقات شخصية وليس قانونية وليس دستورية من بعض المسؤولين والأحزاب الفاسدة ضد المواطنين من أجل الحقوق والامتيازات والصعود على المناصب والكسب المالي. وإلى أن يتخلص العراق من زمرة تقودها أحزاب فاسدة اعتمدت الاغتيال والتعذيب والترهيب منهجا لها، تبقى حقوق الإنسان في العراق حبرا غير قادر على رسم أدنى درجات الأمن والأمان في هذا البلد.